jungle. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. المهم هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم دابا غادي يكون سينيماتيك درتو نهار العيد، وسمحوا لي حيت تعطلت اخر واحد غادي تعطل ما حطش الفيديو ديال العيد هو انا. بحكم الظروف اللي كندوزها ديال الحجر الصحي غادي نحط لكم الاجواء اللي صورت ديال عيد الفطر. المهم نتمنى الفيديو يعجبكم والتصوير بطريقه اللي هي سينيماتيك. يلا اخوتي ونخليكم مع الفيديو على بركه الله. اول رمضان دوزناه بلا تراويح بلا تجمع العائلات في طبلة وحده. داز رمضان وجا عيد الفطر ودوزناه في ديورنا، وصلينا اول صلاة العيد حتى هي في ديورنا، وافتقدنا لحظات الافطار مع الاحباب والاصدقاء، ولينا كنتسالمو مع بعضنا عن بعد. نتمنوا الظروف ترجع كما كانت، علاش لا تكون افضل من قبل، فقط نكونوا متفائلين بالخير. وراه واخا عشنا لحظات صعيبة، هذا كان اختبار من عند الله باش يذكرنا باللي راه نسينا نشكره على النعم اللي عطانا في الصحة وفي الاستمتاع بالحياة. ونتمنى نعيشوا ظروف أفضل في الأيام القادمة، علاش لا نكونوا تعلمنا بزاف ديال الحاجات اللي غتزيد بينا لقدام. هادشي خلانا نفكروا باللي خاصنا نرجعوا خطوة إلى الوراء ونزيدوا جوج خطوات لقدام، ونتعلموا بزاف ديال الحاجات ونكملوا طريقنا مهما كانت الظروف.